الرجاء الرجاء الجلوس بالبيت والحفاظ على ذرياتكم، وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة، وإن شاء الله كل من يرجع المكان وترجع المياه المجارية. بس حاليا يجب وجوب أنه الالتزام بالبيت. الله يرحم والديكم وخليكم عوائلكم وأطفالكم. آمين يا رب العالمين. تريد تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ البس خفاجات وكمامة وخليك في البيت. حفاظا على سلامتك وسلامة أسرتك، خليك في البيت والتزم بالحجر الصحي. بارك الله فيكم. الكورونا دي خطيرة جدا، عايزين ان احنا ما نستهترش بالمرض، وفي ناس بتستهتر بالمرض ما تستهترش بالمرض عشان ما يحصل لكمش حاجة ولا حاجة. مش عايزين نستهتر بالمرض خالص. عدم الخروج خارج نهائيا الا للضرورة. خليك بالبيت، لا تطلع، حفاظا على سلامتكم. اذا ما تخاف على روحك خاف على جهالك.